سلام. أنا الموسيقى بالنسبة لي حياة وتنفس، ما كنت بتنفس. أغني جوا دواخلي عشان أوري الجمهور بلدي. يعني أنا لما أوقف في خشبة المسرح أنا بمثل بلدي بهدومي بطريقتي. ابتسام دي للناس هو ده السودان. أي سلام وأمان، أي سلام وأمان، أي سلام سلام طموري. شكرا. أنا طلعت من السودان بسبب القنا. في الزمن اللي أنا طلعت فيه وفي 90 بالضبط، ست تغني صوت المرأة عورة تضرب تجلد تتكتل واحد من الثلاثة ديل. نزحت إلى مصر، طلعت من مصر جيت على أمريكا دلوقتي وقدمت لجو، وبعديها جبت عيالي. أتشرد من بلدي من بلد لبلد. ولدت بناتي في مصر، إسراء وآية ما شافوا السودان نهائي. ممكن زينب وآلاء شافوا السودان لمدة 15 يوم، دي بلدنا، بنجي كالسياح. نصي مبتور، يعني أنا قعدت السنتين أو 8 شهور بدون عيالي. أولادي دوبك في شهر 11 السنة اللي فاتت. للأسف أبوهم لغاية الوقت مصطك في القاهرة، منتظرين الباك جراوند تشيك هو 200، الله أعلم. صعب جدا القرار اللي طلعه الرئيس، زاد لي علامة استفهام، هل زوجي حيجي؟ ما حيجي؟ ما أعرف. أنا القايمة على الأسرة كلها، بشتغل في وول مارت، بجري، تعبت كثير، ولكن بقول يا سلمى بكرة أحلى، يا سلمى بكرة أحلى، يا سلمى بكرة أحلى كده. لكن بعد شوية بتغلبني دموعي وببكي. ثلاث سنين طق في هذه الولاية. دي لأول مرة إن أنا أعمل حفلة جماهيرية في ولاية كاليفورنيا أوكلاند. هنا في أوكلاند كاليفورنيا في ناس حقوقيين بيعرفوا يردوا يستحردوا حق الناس. دي السبع دول الليلة بيوصلوا رسالة السلام للعالم. مبسوطة جدا أن أنا اتلميت مع أصوات، كنت ميتة حقيقة. شكرا.